توقفت عملية مخلب النسر، توقف الهجوم التركي في شمال العراق، لكنه إنزال عسكري فاشل، فالنيران الأرضية أبعدت الطيران المروحي التركي عن مسرح العمليات. الهجوم التركي الذي استهدف وجود عناصر حزب العمال الكردستاني نتج عنه مقتل 13 تركيا مختطفة. تصر تركيا على أنهم مدنيون قتلهم عناصر البككة، فيما الرواية التي قدمها مسلح العمال الكردستاني أنهم عسكريون قضوا بقصف الطيران التركي الذي استمر لثلاثة أيام. انسحبت القوات التركية إلى مقرها في شرق نينوى وسط تلويح عراقي بنشر ألوية من الحشد الشعبي في محيط سنجار تحسبا لأي هجوم آخر في مكان آخر. تركيا تريد أن يكون لها موطئ قدم في سنجار بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني، وإلا حزب العمال الكردستاني موجود في مناطق أخرى في العراق، موجود في مخمور، في أطراف أربيل، في دهوك، لديهم مكاتب. فحجة تركيا يعني تدخلها في سنجار بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني حجة غير مشروعة. الموقف الدبلوماسي العراقي لم يتغير بانتظار أن يكون للعلاقات الثنائية دورها في منع تركيا من التقدم عسكريا. نرفض أي عملية أحادية الجانب لا تتوافر على أي تنسيق مع الحكومة الاتحادية في بغداد. التنسيق والتواصل مع الحكومة الاتحادية من شأنه أن يأتي على جهود طيبة، سواء في مجال مكافحة الإرهاب أم في مجال التنسيق للإعداد لرؤية أمنية مشتركة. وكانت نينوى مسرحا لاطلاع مسؤولي قطاعات القوات المسلحة، رئيس أركان الجيش العراقي جال فيها، وكانت سنجار ضمن جولة واسعة لرئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي. بغداد تبحث عن حل لأزمة التوغل التركي، يجنبها اندفاعات عسكرية ثانية تحرجها أمام قاعدتها والقوى الحزبية، لذا فهي تعول على الحل الدبلوماسي والذي قد يتفلت من اليد إن استمر التصعيد من جانب أنقرة. عبد الله بدران، بغداد، الميادين.